أهلا وسهلا، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. أنا هيك كلمة بقومها دايما الصبح بقولها، ولأنه بقول الحمد لله اللي عطاني وقت، بعد ما بعرف شو بدي أعمل، وين بدي بلش شرقت أكثر وأحكي والحمد لله أنه بعد محمد كيلاني بيقدر يجي لعنا وبيطلع معنا وبيخبر وخبرني. بس أنا ما بفهم بالعلم، مشان هيك ماني كثير بقى مع الماكروبيوتيك العالم العلماء. أنا مع أهل الذكر وأهل الصوفيين، هو مع اثنين حاملون اثنين وعم بعيش فيهم. شو هي برضو واحدة من هالشغلات يلي موجودة وعم يوقفوا بطريقها تالناس تضلها عبيد، نفس القصة اللي عايشين فيها وبسببنا بسبب أعمالنا. هلا هاي المادة الظاهر إنها نفس المادة اللي كانت موجودة من أيام سيدنا سليمان ومن قبله طبعا، وكانوا هالحضارة الفرعونية كانوا يسموها مفكوت، اللي هي زي خلينا نقول إلها اسم تاني بتخيل، هاي هي بسموها مرات مانا، بتخيل هي هاي المن اللي ذكر القرآن، لأنه في الحضارات القديمة في اسم لإلها اللي هو المانا. هلا هل هاي المادة شكلها مثل البودرة البيضاء، بس لما تاخدوها على أكبر جامعة في العالم عندهم أحسن جهاز فحص تيقول لك هاي المادة على شو تحتوي، رح يتفرج فيها المادة هالبودرة البيضاء يفحصوها بقول لك مثلا فيها فرضا فيها شوية كالسيوم، فيها شوية حديد، في شو ما كان، فيها شوية شوية هيك، وفيها مثلا 60% شيء ما بنعرف شو هو. هاي أجهزة بتكون بتفحص قديش بالذرات شو اللي موجود جواتها، بقول لك 60% مادة ما بنعرفها. هلا كان في أكثر من عالم، أولهم واحد اسمه ديفيد هاتسون بلش يشتغلوا في الموضوع حتى بده يعرف، زلمة كان مزارع لكنه نابغة وبده يعرف شو هي المادة، لقاها بالأرض عم تطلع عنده موجودة في أماكن معينة وبلش يفحص عليها. فمقتدر ماديا عندهم مزارع كتير وهيك، صرف خلال عملية البحث تاعته شي 7 مليون دولار، يعني منها شغل شخص عم بيجرب لوحده وهيك، شي 7 مليون دولار في أحسن مختبرات العالم بأمريكا وأوروبا وروسيا. فتصير معهم شغلات عجيبة. هالبودرة تحت حرارات معينة يزيد وزنها، تحت حرارات معينة يخف وزنها، تغير وزنها بنفسها لحالها. فبالإنجيل وهيك بيحكوا بزمن سيدنا سليمان كان في عندهم مادة يستعملوها روحانيا كتير، وهالمادة بخف الريشة وأتقل من الحديد نفس الوقت، يعني بيوصلوا هاي بهاي إنه عم نحكي على نفس الشيء. المهم عملوا كتير تجارب عليها، واللي بيقرأ عن التجارب ما رح يصدق قد هي الظاهر إنها هالمادة كأنها وصل بين هالعالم وهالعوالم التانية، وصل بين العالم المادي وبين الأثير. جربوا يعطوها للزرع، يحطوا كمية مع مية السقي، الصور مبين عنا شو اللي عم بيصير. هاي حبة بردقان عادية، وحبة البردقان كيف صارت؟ بس شربت من هالمي، بس شربت من هالمي خلال سنة ولا ما بعرف سنتين، بس بتكون مثلا بحجم قبضة الإيد بتصير مثل حبة البوملي ولا مثل حبة الشمام أو هيك شيء. وهي تراب هيك تراب ولا شيء، لا سماد ولا شيء، بس مجرد ما أخذت هالمادة يلي هي يعني حلقة وصل بين هالعالم المادي والأثير، فيها طاقة حياة قوية كتير. بسبب وجود طاقة الحياة القوية فيها كتير، شوف قديش قوت هالزرع، الشجر موجود بالصور كمان كيف الشجرة شيء 4 أضعاف حجم هاي شجرة لوز، شيء 4 أضعاف حجم الشجرة اللي ما أعطوها. هاي الشغلات ما بستغلوها بالزراعة، لأنه في عنا شركات مثل مونسانتو مثل بعض الشركات العالمية اللي بدها تبيع سماد وبدها تخرب الزراعة حتى تقدر تبيع. في صور ما أنا معقول هاي واحدة من الطرق برضو مش بتختلف، بس مش راح عليها. حب الجوز كيف قديه كان حجمها بعد ما سقيت من هاي المية، قديه صار حجمها، ولسه العجيب أكتر من هيك اللي بعديه. لسه هاي شخص كان عنده السن، هون في أشخاص غير الزرع صاروا يجربوا يأكلوا منها شوي. واحد كان عنده السن مكسور، بعد وقت السن رجع بنى نفسه، هاي ما بتصير صارت. هون شخص عمره، هاي الصورة كان عمره فيها 54 سنة،
لحيته بيضة. بهاي الصورة عمره 56 سنة، لحيته سودة وجلده مبين هون، أصغر بشي 10 سنين. انتبهوا، هيدي حقيقة هلأ اتني عم بتشوفوا هالعلم يلي ممنوع لأول مرة عم بينحط بالعالم العربي. الله يسترنا، بس على موقع بيت الله ما فيني إلكن شو في أسرار عنا بالبيت. أنا وهي بنقعد وبنحكي بيصور. بس شو المشكلة؟ أنا بقولكم هلأ ممكن حكينا عن هاي الشغلة، بعد فترة حيطلع ناس في العالم العربي يصيروا على أساس عملوا هاي المادة وعم يبيعوها. انتبهوا، يلي بيشتري أول شيء ما رح يعملوها صح، لأنه يلي بده يتاجر ما بيعمل صح، بيأذي ما بيصحح. وغير هيك إذا ما تعلمت أعملها بإيدي في بيتي وبطاقتي ما بيمشي الحال. ما بقدر أقول لكم شو عمل امبارح بالبيت، أنا ما فيني أخبركم. ما في غير طاقة النوايا. ما في، بيطلع مشايل حتة وبيحكي، شغلة بالإيد بالإجر وين ما كانت، هلا ما فيني في شريط جيت ومبين إجري، لعنة الله عليكي. بينت إجري. شغلة يعني ما فيني أخبركم شو كان عندي هون وشو كان عندي هون وشو عملوا كيف راحتك. شوف شو صار اليوم بالبيت، رح نعملها مع بعض، وما بيستاهل يجي يشوف هالشيء الا الشخص يلي عطشان عطشان وجاهز. وبدك تعرف انه العلم اللي تعلمته بالمتايس كلها وبالمدارس كبه مشفرين. يعني هي عينه ثانيه من هالمواد يلي، من هالشغلات، هالكنوز يلي عم تضيع علينا، لانه بالنا في الايفون وبالموبايل وبالما بعرف شو وبالهيك، من كتر يعني بالنا بهاي الشغلات. البلوزة إذا عليها ماركة بشتريها بسعر غالي، إذا ما عليها ماركة ما بشتريها أبدا. حتى الأكل خبرتكم أنا كنت جيب من محل إنه غاليين وأشياء بالغالي، ما بفتش على الغالي بفتش على الحق. لقيت الفطيرة عند هيدا تنقول بدولار، هي بتاخذها من مطرح الدولار بتبيعها بستة. جيت وبهدلتها قالت لي بس هيدا اسم وهيك، قلت لها أنا ماني مكب زبالة تتكبي فيي أسامي، خبرت كل الناس عندنا بالحي وعلى الموقع بالأسماء. الكتب السماوية والكتب العلوم كل هاي الشغلات موجودة في أي مكتبة عامة وبكل بيت وعلى الإنترنت. خلص ما في لزوم بقى، بس مين اللي على المدرسة ولا شيء، مين اللي عم يقدر قيمتها؟ ما حدا. هون الحبكة، بيجي ناس بيقعدوا احكي قول لنا شو في شغلات ممكن نعملها، شو في هيك، بدهم يسمعوا تيفرجوا الناس انهم بيفهموا. وشو قريت امبارح؟ شو قريت اول امبارح؟ شو قريت الاسبوع الماضي؟ شو قريت؟ ولا شيء. بس تا ارض العاطفة وارض النفس، غير هيك بدنا نطلع من هاي الحفرة ويصير كل واحد يعمل شو الشيء اللي بحبه، شو بيقدر يساهم بهالعالم، كيف نحول هالعالم خلال سنتين من محل ما احنا من هالحفرة لجنة. وفينا نعملها، عمر بن عبد العزيز بسنة واحدة حول العالم لجنة. إذا هذا شخص واحد، إذا البشر كلهم اشتغلوا مع بعض شو بصير خلال سنتين؟ بنقوي طاقة يا أخو تمسيك مثل المسبحة، وقت علموا أولادكم التسبيح مش بس نحن نسبح بالبحر، هيدا بعد في بحر كله وسخ وقرف وكله أمراض. نحن على حد السيف يا أخوتي، عيب. هلأ الوقت، هلأ الوقت نقول التوبة النصوحة ونندم عملنا أغلاط، معلش نتعلم من الغلطة، كلنا من الضالين. انتبهوا، ما في خطية، المسيح ما قاله، ما في كلمة خطية باللغة الأرامية. شفتوا هلأ شو حطوا؟ لقيوا إنجيل لبرنابا باللغة الأرامية. عدوا على الإنترنت بقى خلاص، إذا أنا هالحمارة أحمر مني ما في بالتكنولوجيا كلها، ما في أحمر من هالمرة. وبعرف أخذ إيميل وأبعث إيميل وأقرأ. بيجي لعندي ما بينام، حيمل الكتاب كل الوقت، أنا عم بحكي ومحمل الكتاب. فضحوا. إيه مش معقول، ما هي هي التحدي. فضيحة. هالإنسان إجا على هالعالم لتحدي واحد، عندي هالعقل أو هالألوهية، هالتمييز، سيلف كونشسنس بسموها، وبنفس الوقت عندي النفس اللي هي اللور سيلف. هلا كل واحد فينا بده يتعلم كيف اتغلب على النفس اللي عندي. هلا هالنفس ما بعرف، يعني هي زي ليش الشجره فيها تعيش بميه لوحدها وبتكبر بتكبر 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 ما عم تاخذ شيء غير المي. بقولوا انه لا التربه فيها معادن وهيك، مزبوط، بس هي الموضوع مش معادن، الموضوع بشكل خاص انه التربه بتكون عايشه فيها حياه. والشجره عم تاخذ هالميه، في شجر بيعيش تقريبا بلا مي، في شجر بده سقايه كثير، بيختلفوا عن بعض. بس كيف هالشجره فيها تكبر وزن 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 وبتكبر وبتكبر وبتعطي وبتكبر وبتعطي وما ماخذه شيء غير المي؟ وجعلنا من الماء الانسان كل شيء حي.
الإنسان والحيوان عندهم تحدي أكبر من هالنبات يلي عندهم اللور سيلف. الحيوان إذا بجيب سعدان وبطعميه شغلة طعمها قوي كتير مثل الشيبس أو هيك بصير بنهب، بصير بده اياه، بصير بده اياه، في عند اللور سيلف موجوده هاي، هالشيء اللي بصير يغلي جوا لانه هاي طعمها زاكي بدي اجرب بدي اجرب بدي اجرب، وما الانسان عنده اياها، الحيوان ممكن ينخدع اكيد، بس الانسان بيقدر يميز انه مع انه طعمها حلو بس فيها سم، مع انه طعمها حلو فيها سم، هون التحدي. مين رح يغلب؟ الالوهيه ولا النفس؟ هذا هو التحدي، النفس اماره بالسوء، النفس لوامه، واذا تغلبت عليها نفس مطمئنه ارجعي إلى ربك رضية مرضية. حبيب قلبي ما عاد في نفس، صارت الألوهية بس هي الموجودة، مثل الإمام علي لما يضرب بالسيف مش هو يلي عم يضرب أبدا، سيف الفاروق هيدا علم يا حبيب قلبي، إنه ما بقى له اسم اللي بحبه، اسمه الحقيقة علمني مبارح، قال لي ما له اسم يلي بحب الحقيقة. هالسيف ماشي لأنه هالدور هيك، إذا حد تفل عليه دخل في قلبه شوية غضب رجع السيف، مش لنفسي. الناس يلي بالشارع هلا كلهم بهالغضب بهالشوارع، نعرف نفسنا اول، ما بقدر اعمل شيء قبل ما اعرف نفسي، والا حتى هالثوره يلي احنا في ظننا انه رح تشيل الحكومه وتجيب حكومه كويسه ما رح تولد الا أسوأ وأسوأ وأسوأ. منعالج نفسنا ومنشيل هالشيء اللي جواتنا، عرفنا هلا شو هو وبعدين فينا نعمل شيء. شو هالاسرار؟ شو في هاي الصوره مريم؟ ليكو هون مثل ما بتكبس الزر حتى اللي تفقس الكمبيوتر عندك وهيك، فيك تضوي الكهرباء ببيتك والاناديل وكلها بعيونك وبنواييك يا عار العالم. انا شفتها، جمعت لهنزة وجمعت لهيك، ما بدهم ولا امريكا ولا شيء، بدهم يهدون كلهم هون، هن القبائل كل شيء. بما انت شو فكرك؟ انما الاعمال بالنيات، ما هو عمل السياره، انت عملتهم كلهم، فاذا الطاقه اللي فيك اقوى من اللي عملتها، الفاعل اقوى من الفعل، بس هو عنده الساينس تبعها. شوفوا هون، بس صار معها حادث انقطع ديلها دنبها، اعطوها من هاي الماده رجع الدنب طلع مره ثانيه، رجع الدنب طلع مره ثانيه. انو طبيب عندنا هاي الماده معه اياها بالقنينه، هو مش عدته اللي بيقول لكم لا اثنيناتكم بقول لكم اسكتوا، عندنا اياها بالبيت عم تتركب بلبنان وبالعراق وكل واحد ببلده، وما بتمشي الا اذا النوايا في مكانها. هون هذا هو العلم الحقيقي، مش مادة كيماوية بتخفف لي الألم وتعمل لي مليون ألف عارض جانبي. في وحدة كانت تيجي عندنا، كان في عندها مشكلة بالجسم، تروح تغيب وضعها ممتاز، ترجع تقول لي رجلي الأصابع عم توجعني كثير، شو عملتي؟ شو عملتي؟ ما عملت شيء، ما عملت شيء، بالأخير تكون عم تكذب، ما عملت شيء، ما عملت شيء، شو عملتي؟ وصف لي الطبيب دواء أخذته، وصف لي الطبيب دواء كانت كويسة وصار عندها مشكلة برجلها بسبب الأعراض الجانبية، بسكن شيء وبيعمل شيء ثاني. انو طبيب بيقدر يطلع دنب؟ انو طبيب بيقدر يطلع سن مره ثانيه؟ ما فيني اقول لكم، ما رح اسكت. رح هي تحكي فدوى معنا وجوزها $70,000 حق ادويه، بيشتغل مطرح اني بيحكموه. راح لعند الطبيب قال له ما بقى فيني، قال له وقف الدواء على شهر. ضلك اشتري انت، وقف الدواء، قال له بس ضلك اشتري، كان عندنا امبارح. قال له يا خي وقفت الدواء وصحيت، ليش بدي ضلني اشتري؟ قال له بركي رجعت عزته، لانه الدق والطور هيدا الحمار مع احترامنا دايما بياخذ 40% من الدواء. بيشتغل بالكازينو هو، مال حرام كله. الكازينو عم بتحكمه. والكازينو بتاخذ من هون ومن هون ومن هون، بترجع انت بتتعذب، بتروح بترجع بتصرفهم بلونك بالقمار. وقف الدواء، صح الرجال، حاجه بدأت تبلعوا وتزلعوا ادويه. الإمام علي قال له بأربع كلمات بشيلك من كل بني الحجاز، مضغ 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 مضغ، حتى المي مضغوها. نرجع نعيش حياة الجماعة، أنا ضعيفة بس كون وحدة، بيقعد معي بحس حالي ما بدي آكل طايرة. بس مرة بعمري عايشة وحدة هونيك بناية ما فيني أقول لكم مين فيها. مش بس ما حدا بيحكي حدا، بتطرطق بالصرمية تحت، بتطرطق فوقي بالصرمية، كلهم باركيه وبطرطقوا بالصرامة، ازعاج أكثر من هيك ما في، والله قلت لهم لو بأوروبا بيحمل فرد وبقتلكم كلكم. فإذا نرجع نقرأ ونعيش وحدنا عن الناس معزلة، طلع لها دنبة. وطلع هي بالنية، هم عم يشتغلوا من قلبهم، في ناس بيعملوها ما بيصير معهم شيء. لأنه العلم علم النوايا. علم النوايا. أول شيء انما الاعمال بالنيات، قال له كل عمل عباده عباده وبتجي المال. ما
بلحظة الأورا تاعت البني آدم، هالمجال المغناطيسي اللي حواليه، بلحظة واحدة إذا غيرت من عاطفة لعاطفة بتغير لونها، وبصير في فراغات معينة بتضرب أعضاء معينة بناء على الشيء اللي بحس فيه. هذا العلم، هذا العلم الحقيقي اللي حكينا عنه من شوية. بس اللي شخص اسمه، هذا حنعمل عليه حلقة كمان خاصة، اسمه جورج ستار وايت. شوف أحلى الاسم، ستار وايت. من 1850 كان يرفض يستعمل أي شيء مش من الطبيعة. عندي مشكلة ما برح أعالجك المشكلة إلا شيء مستخرج طبيعي من الطبيعة. وكان عنده علم الراديشنز، الأشعة، مش زي المايكروويف يروح يجيب مايكروويف ويستعمل طاقة غريبة مثل الإكس راي ومثل هيك شيء. لا، إيش في بالطبيعة؟ في ضوء، في ألوان، فصلهم كلياتهم ودرس كل واحد الذبذبات وشو عم بيعمل، وصار يعرف كيف يعالج كل مرض من هاي الطريقة من خلال هذا الشيء. حدا حكى عنه شيء؟ لا. بقول شيء بآخر حياته، بقول للأسف مع خروج هالإشي يلي هو اسمه أنسولين، مش أنسولين، البنسلين، أول مضاد حيوي طلع بالثلاثينات وانتشر بعدها فترة. بقول أول ما طلع هذا الشيء للأسف تحول الطب من شيء إنساني لتجارة، صار كبسولة ما حد يعرف فيها أي شيء، وتعملها الشركة وتبيعها. امبارح عم بقرأ قاعد عن مادة معينة، لو قلنا مثلا فرضا هيدروجين بيروكسيد، أي مادة كيميائية، خلينا نقول هيدروجين بيروكسيد مفيد منيح كتير في عملية بشيل البكتيريا والميكروبات، وطبيعي جاي من الطبيعة، بس مية وأوزون ما فيها الإشي، ما في مواد جانبية، ما فيها الأمور. عم بقرأ مقالة كاتبينها ناس مش عن هالمادة، عن مادة تانية طويلة شوي. ف وأنا عم بقرأ، يا عمي هالطلاب يلي بالجامعات يلي عم يعملوا أبحاث طبية مش على هاي المادة، لو قلنا هيدروجين بيروكسيد عم بيعملوا على البايرو تترا تك 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 بيروكسيد، وعم بيحكوا انه هاي فيها فوائد في إزالة الميكروبات، فيها فوائد في إزالة كذا وكذا وكذا. طب يا عمي الأصل يلي ما بتعمل أعراض جانبية فيها هاي الفوائد، ليش شغالين على مادة غريبة كتير؟ اتضح أو هي هيك انه بيحاولوا يغيروا على المادة بأي طريقة يقدروا يعملوا براءة اختراع عليها. شو معناته هذا الكلام؟ معناته كل الشغلات المفيدة الطبيعية ما رح تعمل عليها شركات الأدوية ولا شيء، رح تحاول تشوه فيها وتغير فيها تتقدر تعمل براءة اختراع وتتقدر تبيع. كل شيء عم نحكي فيه موجود بين إيدين الناس، وكل واحد بيكتفي بالبيت وما بلزمه شيء من برا. عندنا وحدة بالجماعة من سنتين لهلا، الMMS صعب، مش سهل إنه ينجاب، الMMS 2 بكل دولة موجودة عندها دائما مثل هيك بالشنطة، ودائما معبيه كبسولات MMS 2. مين ما اجى ضيوف واجى ناس بده يسال عن الماده بنقول له طلعينا نشوف، بتعمل هيك بتفرجي بتعطي. اي حدا بيمرض عندها، اي حدا بيمرض بالبيت، اي حدا بيمرض بالجيران، بالاهل، بالقرايب، بالاصحاب، بتعطيها الحبه برجع ثاني بقول لها مش معقول. ما فيني لكم شغله غريبه وعم تتركب هلا بالعراق وهون بلبنان ومشيل حته وعنده بالعياده وعندي بالبيت. بس لانها بسيطه، خلصنا، لانها بسيطه ما بنقدر قيمتها. 10 دولارات هالقد بتعالج كثير، لانها بسيطه ما بنقدر قيمتها. ايه بدنا نقدر قيمه السرميه ب 8000 دولار. اعطيتها كتبتها تقرا، قالت لي اذا عجبني اشتري. قلت لها اعطيتها تقري، بس ما زين سرميتي عم تفتخري فيها انه ب 8000، قيمتك بقيمه السرميه يا حرميه. حتى مش حاطه، تعلمتها منه، قال لي بس واحد ياخذ الكتاب هيك او المجله بياخذها منه وبشحطه. بدنا ناس تحترم هالعلم بقى، ما في احترام الا للحرمية والصرمية. هاي الحقيقة وما في غيرها. هاي المادة يلي في ناس بيسموها مانا، وفي ناس بيقولوا انه هي نفس هالمانا يلي نزل على بني اسرائيل في التاريخ. فبالقرآن شو بيقول؟ بيقول انزلنا عليكم المن والسلوى، اعطاكم هالمادة. طبعا شو بيفسروا احنا الشيوخ؟ بيقول لك هذه طيور نزلت عشان بدهم ياكلوا لحم، يعني من قلة يعني الخضار والفواكه والشغلات الطيبة المنيحة لازم أموت شيء حتى أكله. نزل عليهم هاي المادة يلي هي لا هي من هالعالم ولا هي من العالم الثاني، حلقة وصل توصلني بهالعالم الثاني، توصل الروح بالعوالم الثانية، المن والسلوى. وهاي المادة إذا بتاخدها ما بتعود بتجوع،
بتصير طاقة الحياة قوية فيك، مثل ما الشجرة المية بتكفيها، إذا بتاخد هالمادة جسمك ما بعد بده أكل تاني، اللور سيلف ما بتعود قوية، الحكمة بتقوى، الروحانيات بتقوى، وبصير في استنارة. يعني ما بتتخيلوا شو بتعمل إذا بعملها بنية صح، لأنه هي بتلقط نيتي هالمادة، بتلقط النوايا، مثل المي، المية أصلا فيها لأنه موجودة هاي جزء منها. لما حكيته بالتليفون مريم بيقول لي المية، نسيت الرقم بس أظني 3 من 8 من أصل 8 أو 2 من أصل 8 منها عبارة عن هاي المادة. لهالسبب المية هي الباعث للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. شيء خرافي، وبتلقط طاقتي. يعني إذا بمسكها بنية مش كويسة أو بعصب جنب المية راحت علي. شو قالوا له؟ أعطاهم أحسن شيء تيرتقوا من هالعالم. قالوا له بدنا بصل وتومة وعدس. قال لهم اهبطوا مصرا وعليكم غضب، نغضب عليكم، تستاهلوا. إنه فيكم تاكلوا أكل الدنيا، بتعرفوا كيف تعملون. الإنسان الشاطر بياكل سم بحولها إلى سمسم وإلى دسم، والإنسان يلي عنده جهل يا أخوتي لو أعطيته منه سلوى ما رح يقدرها. بدك تضل بالدنيا، أنت بالدنيا فيك تعيش بالدنيا بس منك منهم. وين الآخرة؟ وين الإنفينيتي؟ وين الوجود؟ ما فيني خبركم كيف بعيش، ما فيني خبركم كيف بيجي. يعني في 2 هلأ، هو وأيوب، ما زال في 1 صح من السرطان بالصيام، ليش مش أنتوا؟ أنا شو عم نعمل؟ من منكم محمد؟ سألوه، قال له يا أخي العربي. فإذا كلنا مسؤولين، هالوجود هالألوهية فيك وفي، مش بس بالأنبياء وبالمسيح. أنا أتيت على المسيح لأنك أنت مسيح آخر، مسيح مع مسيح. من 2000 سنة لليوم ما في ولا مسيح، كلنا مسيحية ومحمديين وهندوسة وبودة، صرنا أتباع خواريف. 3 أشهر ما شافوا النار ببيته للحبيب، هيك كل نهار بقى ندبح معزي وخروف وبقرة ونقعد ناكلهم. 2 اللي حكموا العالم بوش وخي، ومنين اني من تكساس؟ ليش من تكساس؟ قد ما دبحوا اجوا اجرم مجرمين وبعدنا. هون الحركة، الحق على مين بالضبط؟ لما يكون شخص عنده مرض تقول له ما تسمع كلامي، هاي الكتاب موجود فيه الحل، ترجع بعد شهر تلاقيه ما قرا الكتاب نفسه. مين الحق على مين؟ عليك ولا؟ وبلومه انه هيدي ورقة للعلماء، إذا بتشوفوها بتخجلوا من حالكم، بتخزقوا شهاداتكم مثل ما عم بيعملوا اليوم حول العالم إلا بأمة العرب. كل أطباء أسنان روحوا لدكلارك بتسكروا عيادتكم. هي كمان شوي بدنا نعمل أسنان بإيدنا، ما في طبيب أسنان بيعملها بلا بيكن هي، ولا درس طبيب أسنان ولا شيء بالفطرة. كل شغلة مشكلة كانت صعبة بلبنان يقولوا عند الأرمنة. مش معقول، الكل عم بيتاجر، ما حد عم بيجيب هالمواد. لهلا مر علي واحد ومنه بالبلد عم يحاول يشوف يعمل شيء، عم يروح على مصانع السيراميك تياخذ منهم السيراميك يلي ما فيه معمول من الصلصال 100% تيسوي فيه حشوات للاسنان، عم يعملها بايده. بدنا هيك ناس. الحق علينا. خلص ما في الا محك ضفرك جلدك الا ضفرك. مش معقول ابدا. هذا الكتاب يلي كاتبه واحد اسمه توماس تشالكو، هذا من العلماء يلي ما بيحكي كثير. حبيبي the joy of perfect health، فرح الصحة الكاملة دخيلكم. نشوف كتاب صغير هون، هذا بيقعد 20 سنة يدور بشغلة بعدين بيكتب كتاب صغير، ما عنده حكي كتير، خلاصة الخلاصة وبيعطيك إياه وانتهى الموضوع، ما تيجي تسأل. خير الكلام ما قل ودل. هون مثل هيك شو عم يقول هون مريم؟ واحد طبعا عم يقول كتير شغلات وبركي نعمل له حلقة. أخ مو مهم الصفحة، عم يقول على البروبيل الكهول. بيقول البروبيل الكهول هاي المادة أول ما تدخل الجسم تتراكم بالكبد وبتعمل وسط مناسب للطفيليات إنها تعيش بالكبد، ونتيجة الأنزيمات يلي بتعملها هاي الطفيليات بيصير في خلل في انقسام الخلايا بالجسم يلي هو اسم تاني لإله السرطان. بروبيل الكهول بيدخل بالجسم، اسمعها منيح، بروبيل الكهول دخل الجسم، مجرد ما دخل الجسم بيعلق بالكبد، علق بالكبد
بيعطي وسط للطفيليات انها تعيش، والطفيليات هاي بتعمل انزيمات بتعمل انقسام بالخلايا اللي هو سرطان. البروبيل الكحول موجود في كل الادويه اللي بتتباع بالصيدليات، بكل الادويه. بشي ثاني ما بسترجع احكي، بيعملوا لي بيب 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 بلا استثناء، كلها دعايات تنحط بلا استثناء بكل الادويه تقريبا. خلينا نقول 99% هولدا كلارك فحصتهم بايدها وتاكدت انه موجود فيهم كلهم بما فيها الفيتامينات، بروبيل الكحول موجود فيها. هاي الماده قلنا بتعلق بالكبد، بتعمل طفيليات، بتعمل سرطان بالجسم، هاي موجوده في كل الادويه. ليش موجوده؟ طبعا لانه بيستعملوها، هي رخيصه، بيستعملوها ك سولفنت، يعني بدوبوا فيها بالضبط حتى يعملوا مواد ثانيه مثل هيك. هذا اللي بيصير فينا اذا ما بنقرا. هولدا كلارك كاتبتها من زمان، هذا كاتبها يمكن من سنه ال 90 ولا 89 ولا هيك، اكثر من حدا كاتبينها، بس مين فينا بيقرا؟ وبعدنا بنعتمد على الشخص الثاني طيب يعطينا. بنقرا المجلات اللي فيهم هيك، تلفنت قلت له يا عمي مجلات كانت محترمه من زمان هيك، ليش ما بتحطوا؟ قال لي ما بتنبيع المجله دخيلك الا ما نحط هيك. قد ما استقالتكم اذا عم تشتغلوا بمطارح بيستغلوكم بس لحتى تبيعوا، وين عم بتروح اموالكم؟ مين الحرام بيروحوا صاحبه؟ خلاص ما بدك شيء. في ناس ما فيني لكم كيف عايش، وانا لو عايشه معي اثنين ثلاثه اذا هو معي برجع بعيش مثل عايش الجماعه. قليل ترويقه وبس لقيمات يقومن به الصلب. كل هالمطاعم المدارس المتايس كله ناشلون، كل هالمؤسسات الدينيه والانسانيه، في انسانيه ولا خيي؟ لو في انسانيه وصلنا لهان. كل تجاره بهالانسان اللي عم بيتاجروا فينا هن هودي اهل الشر الصهيوني مدري ايش بيسموهم هودي. كله 14 مليون يهودي حكموا العالم بالصرمية بسلاح وبالقتل وبالدمار من غير كواكب اللي عم بيجوا. خلصنا سيارة بلا سواق، طيارة بلا طيار جاي، خلص هي كلها هيك انعملي ابرم عملنا نحنا. بغيرونا من مط من شيء لشيء لشيء لتاني. قلناها هاي، خبر لي اياها هاي، انا حبيتها. ايه مش معقول يعني. شوف هالمادة هالمن، خلص حنعطيها الاسم المن. إذا أخذوا النبات شوفوا شو صار. الإنسان استكبر وقال لا بدنا توم وبصل، بدنا طعمة، بدنا نستمتع، زي الشخص يلي بيكون عنده كنوز الدنيا كلها موجودة، هالعلم، هالمعرفة، وما بيقدر قيمتها. هيك اللي بيصير فيه. فرق الحجم. واحد عمل تجربة عليها حجم وطعمة وبس عم بيقتلون، ما فيني أقول لكم ما في عالم ما قتلوه بطريقة مشوهة الكل. هذا بأمريكا. أو بأمريكا بلد العلم، الكذابين اللي منافقين. عم بحكي معه، عم بقول له عم بتحس إنه في وعي؟ بقول لي صعب كثير، احسن من قبل بس صعب كثير، ما عم يسمعوا، مبرمجين كثير الناس. الخبر هلا الاخير بدي لكم اياه، انا ما همني ابدا، بس حتى اوباما شخصيا انه مريم نور رقم 18، حشو فيك هالرقم. Thank you.